استأنف مطار الكويت الدولي اليوم السبت نشاطه بتشغيل تدريجي للرحلات الجوية لعدة وجهات وفق الخطة المحددة لذلك. وحذرت الكويت السفر إلى 31 دولة بينها مصر والعراق ولبنان. وجاءت عملية التشغيل التدريجي للرحلات في المطار وسط حزمة من الإجراءات الوقائية للقادمين والمغادرين وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي واستحداث حواجز زجاجية بين المسافرين ومكاتب شركات الطيران، إضافة إلى توفير مستلزمات وقائية مثل معقمات اليدين. وينضم إلينا عايد المناع الكاتب والصحفي والأكاديمي. أهلا بك سيد عايد. إعادة فتح المطار اليوم وبشكل تدريجي بالرغم من تسجيل إصابات تقدر بنحو 500 اليوم، ماذا يعني ذلك؟ واستمرار أيضا تسجيل الوفيات بالكويت بالرغم من الرعاية الصحية المقدمة، ألا يوجد تقيد بالإجراءات الوقائية؟ والله أنا أعتقد العالم كله اتجه هذا الاتجاه، وهو العودة إلى الحياة الطبيعية. يعني الكويت الحقيقة ليست الأولى في هذا المجال. الإصابات اليوم الحقيقة اليوم فقط 491، وحالات التشافي 593. مجمل الإصابات الحقيقة اللي سجلتها الكويت طوال الفترة 67448، ومجمل التشافي 58528، يعني تقريبا الفارق 4923 ما بين التشافي والإصابات. وبالتالي يعني إصابات موجودة. الكويت أيضا أنا أعتقد أنه في حصل خلل بعملية إلغاء الرحلات لمواطني دول أخرى، وخاصة أنه هؤلاء قد يعني حجزوا وتم إلغاء حوالي 10,000 تذكرة سفر بعد قرار منع دخول مواطني 31 دولة مثل ما أشرتم، مصر ولبنان والعراق ودول أخرى الحقيقة شملها هذا الحظر. لذلك أنا أعتقد أنه هي محاولة، أنا أعتقد أن هذه المحاولة إذا لا سمح الله زادت الإصابات سوف يعني يتم التراجع عنها. لكن من المؤسف انه في الوقت اللي يلغى فيه قدوم مواطني دول اخرى يسمح للكويتيين ان يغادروا الى هذه الدول، وبالتالي اذا كان هؤلاء سياتوا بالاصابه معهم فلا يعقل ان تنقل مواطنيك الى دوله فيها اصابات لا تضمن الا يصابوا فيها. نعم سيد عايد، كيف تقيمون الإجراءات الحكومية الكويتية في مواجهة تفشي فيروس كورونا خاصة بعد عودة فتح المطار تدريجيا؟ والله الإجراءات كانت جيدة الحقيقة، وإن حصل فيها إرباك. يعني في البداية الحقيقة كانت من الدول المبادرة إلى محاصرة الوباء والعمل على يعني حد من حركة الناس، لكن كان في خلل، هو أنه بدأت الحكومة بالحظر الجزئي وليس الحظر الكلي، والمفترض الحقيقة أن يكون العكس. إنما بعد ذلك عملت حظر كلي، لكن للأسف الشديد الإصابات يعني لم يتغير معدلها اليومي بشكل كبير. إنما هناك أمل كبير بأنها تتحسن. الكويت كما تعلمون ثلثي سكانها غير المواطنين، وهؤلاء لهم أوضاع صحية ومعاشية حقيقة يعني تسبب لهم انتقال الأمراض، وبالتالي يعني لا تضمن أن يبقى هؤلاء دون أن يعملوا، لأن الكويتيين لهم رواتبهم، لكن المواطن الناس الوافدين، نعم الوافدين المقيمين، كل هؤلاء الحقيقة يعتمدوا على عملهم اليومي، وأيضا تعتمد عليهم أسرهم في بلدانهم يعني في هذه الجوانب، وبالتالي لا بد من العمل على العودة إلى الحياة الطبيعية. لا أقول مناعة القطيع، ولكن على أمل أن تكون التعليمات الصحية في التباعد وفي الكمامات وكل الإجراءات الطبية الأخرى قد تكون طبقت. الناس تشعر بأنها بدأت بالفعل تتفاعل مع هذه الأمور.
لكن مع ذلك أنا لا أتوقع يعني إقلاع نهائي لهذا المرض من الكويت. نعم، الكاتب والصحفي والأكاديمي الكويتي عايد المناع، شكرا لك.